السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الثوم يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع؟ كما نعلم بأن هناك العديد من الدراسات المختلفة التي قام العديد من الباحثون بها، والذين توصلوا إلى فوائد عديدة جدا جدا للثوم، والتي تتلخص ليس فقط في خفض الدم المرتفع، والتي تمثلت أيضا بخفض مستوى سكر الدم المرتفع. وأيضا توصلوا العديد من الأبحاث إلى أن الثوم يساهم بشكل فعال جدا في خفض مستوى ضغط الدم. فبالتالي عندما قاموا بتشريح الثوم وتجربته على العديد من الأشخاص، عندما قاموا ببلع الثوم على الريق يوميا لمدة 30 يوما، فقد توصلوا بأن الثوم يقضي على ارتفاع ضغط الدم. فبالتالي أنصحكم لمن يعاني من الضغط والسكري الإكثار من تناولهم، وخصيصا في الصباح الباكر على الريق مع كوب ماء أو بعض الأطعمة الخفيفة التي من الممكن أن تسهل تلك العملية حتى تستطيعون التخلص من جميع المشاكل التي من الممكن أن تواجهها. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية.